ذات البالي يا رب العالمين، أمك لله هدايه البالي يا رب العالمين، أمك لله السعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فضل الله تعالى صدق ذبيحة مع طعام صدق وابنه. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فضل الله تعالى توزيع ذبيحة مع طعام صدق وابنية الشفاء وهداية البال عن الحاجة فاطمة عبد الله أبو قعود من يافا فلسطين، موقع التنفيذ تنزانيا إفريقيا، بتاريخ 30/7/2022، تحت أشراف سنابل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الشفاء وأن يشفيها ويعافيها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنها البلاء والوباء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.